السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم فيديو من فيديوهات كتاب المتعلم والمتعلمة من هل النشاط العلمي بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي، الوحدة الثانية التربة لو سول، وبالضبط الحصة الأولى مكونات التربة لي كونستيتيون دو سول. إذا في هذا الدرس غادي نتعرفوا على مكونات التربة. إذا الهدف هو أكتشف مكونات التربة، سيتادير ديكوفغيغ لي كونستيتيون دو سول. دونك كما كتلاحظوا عندي هنايا واحد الصورة لمقطع فيه تربة. من طبيعة الحال ملي كنديروا مقطع فكيظهر لنا بأنه كاين الصخرة الأم وكذلك التربة، التربة اللي فيها داك الحصى، فيها الأحجار الصغيرة، فيها النباتات، الحشرات، إتسيتيرا إتسيتيرا. إذا نقراو هذا الركن ألاحظ جوبسيرف. عند مروره بجانب حقل مزروع أخذ أشرف حفنة من التربة ولاحظها، وقال لأخيه أن التربة تتكون من فتات الصخور فقط، فبين له أخوه أن التربة تحتوي على مكونات مختلفة. إذا أشرف كان دايز بجنب واحد الحقل، وإذا به أخذ حفنة من التربة، خذ واحد الحفنة ديال التربة وبقى كيلاحظ فيها، بقى كيشوف شنو كاين فيها، وقال لأخيه، وقال لخاه أن التربة تتكون من فتات الصخور فقط، وقال له بأنه التربة كاين فيها فقط القطع صغيرة ديال الصخور ديال الأحجار، فبين له أخوه أن التربة تحتوي على مكونات مختلفة، وقال له خاه إلا ما كتكونش فقط من فتات الصخور، بل أن التربة تحتوي على مكونات متعددة ومختلفة. أكتبوا سؤالي وفرضياتي في دفتر التقصي. إذا السؤال ديالنا غادي نحاولوا نكتبوه هنا في هذا الجدول أنا وجدته. إذا الوحدة الثانية التربة، الحصة الأولى مكونات التربة لكونستيتيون دو سول، هنا غنكتبوا سؤال تقصي، وهنا كذلك غادي نكتبوا الفرضيات. إذا من خلال الوضعية وهاد الصورة اللي كاينة هنايا المرافقة للوضعية، في نظركم شنو هو سؤال تقصي؟ إذا سؤال تقصي بطبيعة الحال حنا في هاد الدرس بغينا نعرفوا مكونات التربة، من ماذا تتكون التربة؟ إذا سؤال تقصي هو كالتالي: ما هي مكونات التربة؟ ما هي مكونات التربة؟ أو لا quels sont les constituants du sol؟ D'accord, quels sont les constituants du sol؟ بالنسبة للفرضيات أكتب أفترض أن، دائما أبدأ فرضيتي بأفترض أن، لأنها مجرد فرضية كتحتمل أنها تكون صحيحة وتكون خاطئة. صافي، أفترض أن التربة تتكون من مواد عضوية وأخرى معدنية. إذا أنا أفترض بأنه هذه التربة تتكون من مواد عضوية وأخرى معدنية. افتراض الثاني، أفترض أن التربة غنية بالماء، أنه فيها الماء بزاف التربة. الافتراض الثالث والأخير، أفترض أن، هذا أنا غنفترض فقط ثلاثة ديال الافتراضات، أفترض أن التربة توجد أو يوجد بها كائنات حية مجهرية. إذا كنفترض بأن التربة كتحتوي على كائنات حية مجهرية، يعني لا ترى بالعين المجردة، هذا المعنى ديال مجهرية، مجردة صافي، لأن ما كتشافش بالعين المجردة، خصنا ضروري مكبر باش نشوفوها. صافي، دونك هذا هو سؤال التقصي والفرضيات. دابا باش نعرفوا واش الفرضيات صحاحين ولا لا، خصنا ندرسوا الأنشطة اللي كاينة في أتحقق. صافي، أتحقق مزيان، انتبهوا معايا. دونك أتحقق، جو فيغيفي. السؤال الأول أو النشاط الأول، أنجز المناولة واحد لأكشف عن مكونات التربة، أتمم نتيجة المناولة واحد بكتابة الاسم المناسب أمام كل رقم. إذا المناولة واحد هي هذه. إذا لاحظوا معايا، المناولة هي كالتالي: أضع حفنة من تربة في إناء زجاجي يحتوي على ماء. كنجيب واحد الحفنة ديال التربة وكنديرها في واحد الإناء زجاجي فيه الماء، مزيان، وأحرك الخليط. إذا هي التجربة هذه، طينا التربة في الماء وغنحركوا هذا الخليط. إذا هنا هذه البداية المناولة وهذه النتيجة ديال المناولة. هنايا من بعد مدة كيظهر لنا الإناء على الشكل هذايا. إذا أتمم نتيجة المناولة واحد بكتابة الاسم المناسب أمام كل رقم. إذا قدام كل رقم غادي نكتب الاسم المناسب. هنا عندنا طين، حصى، رمل، ماء، بقايا نباتات وحيوانات. لاحظوا معايا، غادي نبداو بخمسة وحنا طالعين. خمسة شنو كيبان لكم هنا؟ خمسة بحال فتات كبير، يعني هو الحصى. صافي، حصى.
خمسة وحصى، احنا نضربوا لها حصى. بقى لنا طين، رمل، ماء وبقايا نباتات وحيوانات. رابعا عندي الرمل. لماذا؟ لأن الحصى أثقل من الرمل، والرمل أثقل من ماذا؟ من الطين. إذن طين. اثنان فيها ماء، وأخيرا واحد بقايا. إذن البقايا ديال النباتات، بقايا نباتات وحيوانات، بقايا نباتات وحيوانات. أملأ الفراغات بما يناسب. إذا عندي هنايا واحد الجمل فيهم فراغات، إذا غنعمروهم بهاد الكلمات هادو: مكونات عضوية، مكونات معدنية، الجزء السطحي. مزيان. تكون التربة شي حاجة من الكرة الأرضية. إذا الكرة الأرضية شنو هو التربة؟ شنو كتمثل فيها؟ هي السطح، صديق، الجزء السطحي. الجزء السطحي من الكرة الأرضية، الجزء السطحي من الكرة الأرضية. وتوجد بها مواد ناتجة عن تفتت الصخور. إذا كتوجد بها مواد ناتجة عن تفتت الصخور. إذا الصخور ملي كتفتت كتعطينا مكونات معدنية، صافي، مكونات معدنية تسمى مكونات معدنية، صافي، مكونات معدنية. ومواد من أصل نباتي وحيواني تسمى مكونات، بطبيعة الحال مكونات عضوية. إذا المكونات المعدنية كتكون من فتات الصخور، بالنسبة لمكونات عضوية هي من أصل نباتي وحيواني، صافي. ندوزو لا دوزيام اكتيفيتي كي اون فرونسي، اللي هو بالفرنسية. جو رياليز لي مانيبيلاسيون 2 اي 3، جوبسيرف لي ريزولتا اي جو كومبليت لي فراز سي ديسو. قال لك ديروا هاد التجربات بجوج بيهم ولاحظوا النتائج وكملوا هاد الجمل اللي كاينين لتحت. نبداو بالتجربة 2. جو مي ان ايشانتيون دو سول دونز ان ساك اون بلاستيك ترانسبارون ا اون تمبيراتور امبيونت بوندون بليزيور اور. غادي نجيب واحد ليشانتيون، واحد شويه ديال التربه، وغادي نديرها في واحد الميكا كما كتشوفوا هنا، ياك، هاد الميكا اللي كتكون كتبين مزيان ا اون تمبيراتور امبيونت، سيتادير فواحد الحراره اللي معتدله، بوندون بليزيور اور، خلال ساعات عديده. مزيان. ريزولتا، في النتيجه شنو غيوقع لنا؟ اباريسيون دو شي حاجه سور لي باروا دو ساك. غادي يبان لنا شنو؟ غادي يبان لنا على الجدار ديال هاد الكيس البلاستيكي. لاحظوا هنايا كيبانوا لنا بحال الفقاعات تما، كيبانوا بحال الفقاعات، بحال منديه، سيتادير بحال الماء كاين تما. دونك اباريسيون دو كوا؟ اباريسيون لا فابور، فابور، فابور دو، سيتادير بخار الماء، او بيان دي غوت، قطرات ديال الماء، دو، غوت دو. التجربه الثانيه أو المناولة الثالثة. جو بلونج ان ايشانتيون دو سول دونز ان ريسيبيون كونتونون دو لو. دونك غادي ندير واحد شويه ديال التربه في واحد الريسيبيون، هادي هاد الريسيبيون فيها الماء. ريزولتا لاباريسيون ديالاش، شنو كيظهر لكم هنايا؟ بحال واحد البويوقات كيطلعوا هنايا. دونك ريزولتا اباريسيون دو كوا؟ شنو كيبان ليا؟ كيبان ليا بحال لي بول، داكوغ، لي بول، داك الفقاعات، صافي، داك الفقاعات كدل على شي حاجه. سي بيان. دونك غادي نكملوا هنايا. لو سول كونتيان دو، شنو هو الاستنتاج؟ لو سول يعني التربه فيها ماذا؟ فيها الماء، داكوغ. لو سول كونتيان دو لو. دونك التجربه هذه كتبين لي بان التربه فيها الماء، وهاد التجربه هذه داك البويوقات شنو كيدلوا؟ كيدلوا بان التربه فيها هواء، داكوغ. لو سول كونتيان دو لير، داكوغ، كونتيان دو لير. دابا غادي نحاولوا نكتبوا واحد الملخص انطلاقا من هادشي اللي قرينا، استخلص. اذا الملخص غادي نحاول نكتبه هنايا. التربه اين تقع؟ تقع التربه، تبعوا معايا، تقع التربه في سطح او في السطح الخارجي للكره الارضيه، ياك، اذا السطح الخارجي للكره الارضيه. وكتتضمن، تتضمن ماذا؟ وتتضمن مكونات، اذا مكونات معدنيه، ياك، بحالاش؟ بحال العناصر، العناصر كالعناصر الرملية والطينية، ياك، ومكونات عضوية، بحالاش؟ كبقايا النباتات والحيوانات، والحيوانات، صافي؟ كما يوجد أيضا، كما يوجد بها ماء وهواء، دي من طبيعة الحال. إذا التربة هي اللي كتمثل السطح الخارجي للكرة الأرضية،
وكتتضمن مكونات معدنية، إذا مكونات معدنية تربة، إذا التربة تساوي اش كتساوي؟ مكونات معدنية زائد مكونات عضوية زائد ماء زائد هواء، صافي هادو هما المكونات ديال التربة، حنا تعرفنا عليهم. أطبق دابا غندوزو نطبقو داكشي اللي قرينا. أطبق السؤال الأول، أشطب العنصر الدخيل في مجموعة عناصر موجودة بالتربة. إذا هنا هادو هما بزاف ديال العناصر موجودة في التربة، واحد العنصر ما كاينش في التربة. جذور موجود في التربة، ماء موجود في التربة، رمل موجود في التربة، فراشة غير موجودة في التربة، هواء موجود في التربة، بقايا نباتات موجودة في التربة، وطين موجود في التربة. إذا الفراشة هي الدخيلة أو لا هو العنصر الدخيل. question 2 j'écris vrai ou faux devant la phrase suivante. غادي نكتب إما vrai صحيح ولا faux خطأ قدام هاد الجملة. هذه الجملة هي هذه، les constituants minéraux يعني المكونات المعدنية du sol ديال التربة provient كيجيو منين؟ تأتي de la désagrégation des roches c'est-à-dire تفتت الصخور. وحنا قلناها الفوق بأنه توجد في التربة مواد ناتجة عن تفتت الصخور تسمى مكونات معدنية، وبالتالي هذه الجملة هذه فغي صافي صحيحة. ندوزو لكيستيون 3، أصنف مكونات التربة بوضع الحروف في خانات البطاقة المناسبة. إذا عندي جوج ديال البطاقات، مكونات عضوية ومكونات معدنية، كل حرف غادي نديرو مثلا الرمل كان مكون عضوي غادي ندير ألف هنا، كان مكون معدني غادي ندير ألف هنا. رمل مكون معدني أم عضوي؟ معدني بطبيعة الحال. بقايا حيوانات مكون عضوي. جيم طين مكون معدني. دال بقايا نباتية كذلك عضوي. ثم ها حصى مكونات معدنية. صافي وبقاو تنتبهوا كذلك لهذا المعجم اللي كاين. اذا المعجم كيبين لنا تربه هي صول مكون معدني يعني كونستيتيون مينيرال، ومكون عضوي يعني كونستيتيون اورغانيك. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص كتاب المتعلم والمتعلمه منهل النشاط العلمي بالنسبه للمستوى الخامس الابتدائي، وبالضبط بدايه الوحده الثانيه الحصه الاولى مكونات التربه لي كونستيتيون دو صول. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.